عندنا الحين مسك ختام حلقتنا اسم الأسماء الصعبة الخليجية اللي اكتشفتها حضرتك. نحن تقول ألو وتعرف منه إن شاء الله. مساء الخير. مساء النور. يا أهلا وسهلا. هلا أحلام. أم فاهد حياك الله. هلا أم فاهد شلونك؟ مبروك يا سيد أنور، مبروك على التكريم، مبروك حبيبتي. مكانك كان خالي، مكانك البارح كان وايد خالي. والله أنت عارف ظروفي أنا كيف، إيش كان عندي أمس، يعني كنت عارف أنت. أنا عارف الظرف طبعا، أنا عارفة، بس أنت روحك ويانا كانت البارحة. الله الله يطول عمرك يا حبيبي، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي نسوي لك كذا ليلة وتغني فيها كل أغانيك الجميلة الرائعة الخالدة. الله. الله لا بس إحنا معزومين يا فنانة أحلام. عندنا تكون عائلتنا فهد تكون في ليالي الكويت إن شاء الله. صحيح بتقديمنا أنا وعبد الله إن شاء الله. حياتي نجلة، حياتي يا عمري. تسلمي يا عمري. الله فهد اتصال، الله يسلمك. أسعدني أم فهد طبعا هذا إنك تكوني معنا في الحلقة، وأتمنى إن شاء الله إني أنا أشوفك وأقعد معك، وإن شاء الله في عمل قادم بيننا جديد إن شاء الله. الله نتمنى يا رب. يعني هذا الأعمال اللي كل ما أطلع المسرح والجمهور يصفق لها بكل يعني بكل كبر، أنا أكبر بها هي أعمال أستاذي أستاذ أنور عبد الله. حبيبتي الله الله. فهد يمكن من الأسماء اللي طرحناها على الأستاذ أنور عبد الله وقلنا له اليوم هل بعض الفنانين بعد شهرتهم أنكروا لك هذا المدين أو هذا الجميل اللي كان في انطلاقتهم؟ قال لي لا، يعني ما في ولا اسم من الأسماء الجميلة طبعا. أحلام يعني اسم انطلق في الوطن العربي. ما ممكن أنسى، ما ممكن ما ممكن ما ممكن مستحيل طبعا. وإحنا شفنا لقاءاتك حتى القديمة من أيام التسعينات وبداية الألفين، كنت دائما تذكرين الأستاذ أنور عبد الله، وهذا شيء مشهود يا أم فهد. وما زلت أذكر اسمه وأكبر باسمه، كل ما أقول الأستاذ أنور عبد الله ما زلت أكبر باسمه. زين أم فهد أقدر أطلب منك طلب لو سمحتي؟ على الهوى. على الهوى. مشتهي أسمع باين في عينك فراق. الله الله مشتهي أسمعها بصوتك يا حلام. سمعي. باين في عينك نيتك نيات فراق، ناوي تروح وتشعل الشوق الله من غير ما تحكي، احس الفضاك واحس كل الكون ضايق في عين. الله الله الله. يا محرم العشاك للحب عشاك، أبيك عن جور الزمن تحتوي. الله 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 الله. مشكور. الله باين في عينك نيتك نيات فراق، ناوي تروح تشعل الشوق فيني. فهد باين بعين اكيد الموسيقار والاستاذ العزيز انور عبد الله هذا التاثر بالكلمات الجميله. شكرا على اتصالك. شكرا على قصتك. الله يذكرك صوت الليالي حبيبتي يلي ويجي منك اكثر ويجي منك اكثر من مواهب يذوب. وش بقعد ساعه وتناظر ساعه؟ لا لا، يبين جديد ان شاء الله باذن الله قديما. الله يسلمك. ابوي عبد اللطيف اللي اشتقت له صدق، عبد اللطيف البناي صدق. ان شاء الله تنورينا بالكويت ويكون لنا السبق هنا في الكويت نجمعهم ان شاء الله معك في لقاء ان شاء الله. انا ابي اشكركم على استضافه استاذي استاذ انور عبد الله. الله يخليك. شكرا لك وشكرا على مشاركتك. هو يستحق هذا التقدير وهذا الاهتمام وهذه الرعايه حبة. صح حبيبتي ما قصرت. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا فهد ان شاء الله، ونشوفك ان شاء الله بالكويت عندنا ان شاء الله. لا شكر على واجب، تشرفت بكم يا مرحبا بكم نجله عبد الله حبايبي. شكرا لك حبيبتي. شكرا لك. مع السلامه. شكرا. شو نقول استاذ؟ هذا اخر تعاون كان بيني وبين احلام، ويذكرني بشيء يعني اي الاغنيه هذه تذكرني بشغله اي. فاخر اترك هل لانه كان اخر تعاون ولا لانه كان في مناسبه؟ لا ذكرني بشيء. ما تقدر تقول إيه.
لا احنا ما كنا حابين ان الختام يكون حزين. لا 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 حضرتك تستاهل هذا التكريم، تستاهل ان اليوم الكويت تحتفل فيك. طبعا وكنت يعني وما زلت عمود من اعمده الموسيقى الكويتيه خالد ان شاء الله. نعم شكرا لك على وجودك في الهلال الكويت. شكرا على هذا اللقاء. مشكورين على الاستضافه الحلوه هذه وختامها مسك مثل ما قال، واشكر الفرقه الموسيقيه الاساتذه ما شاء الله، يعني خاصة عازف سكسفون اللي سيك سكسفون الجميل هذا ان شاء الله. شكرا يا استاذ، يعطيك العافيه ابو عبد الله، نشكركم.